زين العساكر. تعتبر النخلة في وادي حضرموت شجرة أساسية وأمن غذائي مهم جدا جدا، والتي أنقذت حياة الناس في الأربعينات القرن الماضي من المجاعة. لا يحتاج إلى مواد حفظ، ولا يحتاج إلى طبخ، ولا يحتاج إلى أي حاجة. ما حد من أكله يمله، حاضر لصاحبه طيار، ماشي كم التمر بالدار. تجتمع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة في مهرجان النخيل والتمور بوادي حضرموت، وتقدم لنا عرضا مبهرا لأصناف التمور المختلفة ومنتجات النخيل الفريدة. تعالوا بنا نستكشف معا هذا الثراء الزراعي والتراثي في هذا المعرض. شوف العسل في المثل، التمر هو خير مالي وشجرته خير تشجار، ماشي كم التمر في الدار. نحن شاركنا اليوم في هذا المعرض على شكل قسمين أو جناحين بالضبط، هي جناح التمور، وحاولنا نبرز ونظهر بعض التمور، وركزنا أيضا على التمور المحلية بقدر المستطاع، نوفر بعض الأنواع أو الأصناف الغير موجودة في بعض المناطق، لكن بالضبط ركزنا على التمور المحلية، منها الحمراء والزهار والجهمي والناقة والسريعي والعشدلي وغيرها من هذه الأنواع. طبعا لابد نحافظ على هذه الانواع كتراث وكاصناف ربما تنقرض في قابل الايام. القسم الثاني هي قسم المنتجات الخوصيه، المنتجه والمستخدمه من النخله، والتي برضو هي كانت تستخدم في الميدان الزراعي مباشره. طبعا هذا المهرجان هو يعتبر المهرجان الخامس بالنسبة للمهرجانات السابقة التي تم إقامتها في محافظة حضرموت، ولكن نظرا لانقطاع حوالي 10 سنوات عن آخر مهرجان الذي قيم في مدينة شبام في عام 2004، ارتأت السلطة المحلية في الوادي بالتنسيق مع الجهات المنظمة لهذا المهرجان أن نقيم هذا المهرجان لمتابعة المستجدات في والتحديات والمشاكل التي تواجه محصول النخيل، وتسليط الضوء عليها لإبرازها للجهات الحكومية والمنظمات الداعمة لإيجاد الحلول المناسبة لتطوير زراعة النخيل في وادي حضرموت في محافظة حضرموت الجمهورية بشكل عام. طبعا هناك فعاليات كثيرة لهذا المهرجان، منها المعرض الزراعي وورشة العمل العلمية حول مشاكل وتحديات النخيل، ايضا في حلقه عمل علميه اقيمت في مدينه تريم خاصه بتطوير زراعه النخيل وتوقيف الزحف العمراني، ايضا في حلقه نقاش حول الممارسات الزراعيه الجيده نفذت في مكتب التخطيط والتعاون الدولي. بالنسبه للمعرض الفني افتتح من يومين تزامنا مع مهرجان النخيل والتمور بوادي حضرموت، المشاركين اكثر من 30 مشارك، جهات رسمية منها مكتب الزراعة والري وكلية الزراعة ومحطة البحوث ومؤسسات مدنية ومنظمات دولية اسمها بس وغيرها. يعرض أكثر من 60 صنف من أنواع التمور، متواجدين أكثر من مصنع من مصانع التمور. طبعا نحن من ضمن التوصيات اللي بيخرج بها مهرجان النخيل وهي تشغيل مختبر زراعة الأنسجة في محطة البحوث الزراعية، غرس حوالي 1000 نخلة في وادي حضرموت في مدن وادي حضرموت. المشاكل اللي تعاني منها النخل اليوم اللي هي الزحف العمراني وعدم الاهتمام وأشياء كثيرة تزحف وتكاد تقضي على النخلة، وبالتالي نحن نطالب الجهات المختصة ونطالب الجهات الحكومية بالحفاظ على هذا النخلة كموروث وكأمن غذائي للجميع.